أسبوع من السينما يلخص مجهود أشهر كاملة من العناء والتعب مع الإدارة الحالية إدارة أيام قرطاج السينمائية دورة 32. رضا البهي أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا بك وفي للموعد إن شاء الله معاك، ما نجموش نخليه الموعد. نعرف أنه نهار اليوم هو نهار مهم بالنسبة لك أنت، لكن لأنه أنا شفت أنك جيت بحذية في الافتتاح، تعدى حوار باهي وتعدى افتتاح باهي، دونك أوكي نحافظ على نفس التقاليد إن شاء الله. باه، قديش راضي توا على ما أنجز؟ 65%. 65%. باهي، نبدأ بحفل الافتتاح. عندي مجموعة من الأسئلة اللي هي تنقلوها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض الممثلين. نجيب بالقاضي في الافتتاح، منشط الافتتاح، مقدم السهرة، الاختيار كان اختيار شكون؟ اختياري أنا. على أي أساس؟ على أساس أنه خفيف الدم. أنا تابعت، عملت فيلم تسجيلي على الفيلم الوثائقي في تونس بالمناسبة مع جزيرة دوك، ولقيت أنه من المخرجين الكبار بل ما يكون الروائي عامل أفلام وثائقية برشا. تعرفت عليه وتعرفت على وقتها شمس علي، كان في كانال أوريزون، فمن وقتها عندي تواصل معاه، لكن بعيد مع أنه جنراسيو مختلفة. في صندوق عجب مثل لي في دور مهم مع عبد اللطيف كيشيش، دونك نعرف رجل عن قرب، عنده خفة دم وخفة روح اللي ديما نحسها مفقودة في الافتتاح. كنت تميل إلى مدرسة كما مدرسة المدرسة الأمريكية في ليزوسكار، إنه سكتشات، فرجة، خفة دم، ضمار. حتى في فرنسا يعملوها في كانال بلوس، يعني في ليزيزار يعملوها، يعني ماهيش بدعة. البعض يقول لك لا يا أخي خليوها مهرجان رسمي بالورقة بالروبة الكبيرة بالعربية الفصحى واحد بالفرنسية. ممكن مدير آخر ينجم يعمل هذا، ما نجيش نقول له لا، يعني هي تصور كامل. أنا شخصيا عملت الدورة هذه كما نعمل فيلم، يعني نتفكر روحي وقت صندوق عجب في اختيار الممثلين، اختيار الديكور، اختيار الملابس، اختيار مين شكون مش يتعدالي في الارير بلان وصا أكل الكوتي ميتيكولو. نعاودوا حتى في التصور، كان تصور من إخراجيا ركحيا تصور من هو تصور من الأول، يعني احنا كلفناه باش يعمل تصور صاحبنا نجيب جاب التصور، ثم تمت المناقشة معه. عندنا المهدي أبو بكر كي كمان سوكيب دلا كوميونيكاسيون، عندنا كوثر الحكيري اللي اعطت رأيها في برشا حاجات، فهي مجموعة يعني مختلطة، وانا موجود انكور اون فوا كوم شيف دوركستر باش ناخذ على التصور. انا اعطيهم اللول وراس كون فو ديتاي، اهل المهنه واهل الاختصاص هما اللي خدمت معاهم. فما بعض الملاحظات حول التكريمات، يعني صار فما تكريم ل بعض الضيوف مثلا من غير ما يقع معناتها حتى التعريف بهم، من غير دي زيليمون هكا يتشافوا، من غير شيء لاثار استغراب. فما شكون خذا تكريم من غير ما يقول كلمه؟ طيب هنا يفو متر لي شوز. دابور صارت شوشره صغيره قبل المهرجان على دعوه وتكريم المنتج والموزع اللبناني الصباح. اي الشوشرة هذه خلتنا حتى إحنا الإدارة ولينا قلنا يعني يمكن لازم نعرفه بها الشخص. بعثلنا فيلم يمثل الشركة نتاعه وأفلامه مختصة، فوجدنا العملية يعني يلزمنا المكرمين الأخرين اللي كان عدينا كل فيلم هذاك نتاع دقيقة ونصف اللي بعثونا هو كوم سبوت يتعدى، وما عناش الآخرين يوليوا يعني ظلمناهم المكرمين الأخرين ما عندهمش أفلام. إيه معقول إنه مثلا نيلي كريم تكرم بتلقى الطريقة اللي كأنها معناتها مزروبة، طريقة مرتجلة؟ لا مش مرتجلة، هي طريقة نيلي كريم تكرم تطلع تاخذ تكريم تاعها وتهبط. لا فما فيتير باش يقدمها شكون؟ تنجم أنا مثلا ناس تتفرج فيكم في التلفزة ما تعرفش نيلي كريم، وفما ناس يعرفوها في التلفزة ما يعرفوش في السينما نيلي كريم. وأنا اليوم اللي يهمني نيلي كريم في السينما، وعليش تكرمت؟ ثم تقول كلمة
تشكر فيها المهرجان، تشكر فيها تونس، ما لا معناتها حتى ترونسوغوند وليس ثرثارة راينا اللي كريم. لا لا هي مش مسألة ثرثارة، أنكور أون فوا لازم ترجع للحاجات ما يسمى الكواليس. يعني أنا شخصيا لما دعوتها قبلت باش تجي ثلاثة أيام أو على الأقل يومين، لما وصلت أو قبل ما توصل بساعات قالت نجم نقعد كان 24 ساعة. طبعا أنا خذيت في خاطري لأن ما نجمش ندعو يعني ممثلة كبيرة وتعطيني 24 ساعة وشروط ما نحبش نقابل صحفيين، ما نحبش نعمل يعني عندها نوع من الشروط. فلهذا عاقبتها، مش عاقبتها، بدلت تواريخ أنا ما كنتش مستعد، ما عندناش وقت باش نحضروها، باش نحضروا يعني رافضة برشا حاجات. فلهذا يعني أنا بيدي نفسي يعني خليت ما نجمش نمشي للمطار مثلا، قلت لك أنا ما خرج لي حتى حد، حتى مدير ما جانيش للمطار. هي قررت باش تجي في وقت اللي اخترته هي وترجع في الوقت اللي اختارته هي. فأنا أو سي ما فما عون استقبالي استقبل. لا فما استقبلها طبعا، استقبلناها بالورود والمضيفة وكل شيء. أما يتحب على وزيرة، تحب على مدير، تحب على راي، دونك الحاجات هذه. وهي اللي قررت تاريخ المجيء نتاعها وبدلت تذكرة طيارتها. فمش معقول وقت اللي أنا نعتقد ونؤمن أنه المخرج هو الفري ستار نتاع المهرجان باش نمشي وراء لكابريس ودلال ممثلين حتى عندهم قيمة، فهمت؟ فهذا هو الموقف. فعوقبت مش متكلمة؟ لا لا مش عقبت، لا لا مش مسألة عقبت، ما عطتناش الفرصة الوقت تسنحنا باش نعملوا لها جولي باكيج. رافضة باش تحكي مع الصحفيين، رافضة باش تعطي حتى الصورة. هالحاجات هذية ما تخليكش انت يعني تجري تلهث وراء السرابة، مش معقول. ونا دوتر شافويتي، عنا مخرجين مهمين، عنا سينما ندافعوا عليها. به الافتتاح شفنا حضور ضيوف افتقدناهم، كمال التواتي سنوات ما مشاش على تابيروش، فتحي الهداوي في أمبو موما ما شفتش فتحي الهداوي في أيام قرطاج السينمائي يمشي على تابيروش. كالعادة الرواب والبايات الواحد ما عندي فيهم حتى دخل، وانت كمدير مهرجان ما عندك فيهم حتى دخل، وبش يتكرروا اليوم. أما كانوا أقل ضجة، ما عنديش هيك الضجة نتاع أقل ضجة، خاطر شافوا البرنامج نتاع المهرجان خرج الأفلام اللي مش تعرض مهمة يستنى فيها السينيفيل. يعني كل شيء خذ حجمه الحقيقي. يعني الحفلة والبيات والسجاد الأحمر وكل شيء خذ مكانه، لكن خذ حجمه الحقيقي، ما هوش هو الطاغي. اللي طاغي هي الأفلام والممثلين والمخرجين. حتى اللي بشي يصوروا يقتنصوا في التابيروج ما لقاوش ما يقتنصوا برشا. ومثالش واحد ما هوش مجال باش يحكي شوية، غير أنه حتى التعاطي الإعلامي مع أيام قرطاج السينمائية اقتصر على التابيروش. تو قاعد نشوف حتى في البرامج الكل اقتصر على التابيروش، كأنه هذيك هو الواجهة. معناتها تو من جهة نحن ننقضوا في التابيروش وما نحبوش التابيروش، أما التعاطي الإعلامي الكل، كل البرامج اللي تعديت في هذا الأسبوع لبست هذه ولبست هذه، لبست هذه ولبست هذه، ما لقيت حتى إنسان جابش يحكي على فيلم في المسابقة. مع الأسف، مع الأسف. معناتها باش ما تقولوش برشا راهو مش غلطة، مش غلطة المهرجان هنا. به بار كونتر نجم يكون غلطة المهرجان، نحس كأنه فما نوع ويتقال في الكواليس فما نوع من سياسة المكيالين مع الأفلام. فما أفلام فيها اهتمام، إدارة المهرجان تكون حاضرة وحريصة، فرطة تذهب عبد الحميد بوشناق نحسه كأنه معاملة خاصة، عسيان، جلندين السعدي، أميرة، ريش، هذوما أفلام بالأخص الأربعة هناك نوع من الحظوة ولاحظوها الناس. هل تعاملتم بشكل عفوي وإلا ساعات قلبك يزيد شوية هنا؟ لا لا، أنا ما مشيت ما قدمت حتى فيلم، لا ما اللي ذكرتهم ولا الآخرين. نمشي باش نشوف يعني إذا كان النظام ماشي، إذا كان الأمن أو الحماية قعدت عاس على 50%، ونعلمك حتى الليلة من الليالي ما نجمش حتى أنا ندخل، ما خلانيش ندخل مدير المهرجان. يعني مش داخل باش نقدم ولا شيء، لكن باش نوريك يعني أنه حافظنا على البروتوكول الصحي كان هو الهدف نتاعي الأول والأخير كل ليلة. أما الأفلام أنا في اختياري ليهم وقت عمل، يعني هذاك التمييز اللي عملته. البروتوكول الصحي حكيت عليها، ما باش نقول لك أنه البروتوكول الصحي حبر على ورق، لم يقع احترام. لا سمحني،
أنا أقول لك اللي يتكلم على اللي قال ثم 5% وأكثر من 5%، قولوا جيب لي الإحصائيات أرجعوا للأمن. فما شكون يصور في القاعة بالتليفون يعمل في ستوريات ويقول الفرد؟ ثم عائلات كي تجي مع بعضها وتلصق مع بعضها، هذه يعني ما نجموش ندخلوا إحنا ونقسموهم أو تولي مشاكل يعني تاع ضرب ودز وكل شيء. هذا زي كذلك هي ما عندك منا تكوي ومنا تحرق، يعني يا ويلك تطبق تنفذ كل شيء، أو يا ويلك يجيك مجموعة عائلة هو مرته هو بنته هو ولده ومرت ولده. شفت عائلات ما جاو مش فقط لي دو جينيراسيون جايبين معاك معاك. ما نشوف في أمين بوخريس مثلا مخرج الوثائقي حلل سينما في ميكرو موزايكا فين في المباشر يقول اليوم كسرنا القاعدة 50%، تجاوزنا حدودنا، يمكن دخلنا 70%. يجيب لي الأرقام يعني، هذا كلام لأنه هو شاف المتفرجين برشا والانتوزياسم نتاعو يخليه يقول هك. نفس الشيء من أبو العريس فما لا برشا. لا أنا نأكد لك أنه وعندنا هنا حتى الإحصائيات نتاع الدخول وكل شيء. دونك ما صارش يعني قلت لك لا سول بوسيبيليتي بعض الاحيان انه عائلات تلصق مع بعضها فيخيل اليك انه كسرنا الكرسي فارغ وكرسي مليان. في فيلم قلت سامحوني جلال الدين السعدي، جيلاني السعدي، فيلم تاع جيلاني السعدي لم يحصل نوع من اوفر دوز نتاع الجمهور، برطة تذهب عبد الحميد بوشنيق. تصور اللي قاعدة توصلني أنا رأيي أرجع لتقرير الحماية المدنية الله يخليك. والله عيني صحية أحيانا أصدق من تقرير الحماية المدنية. خلاص يعني لما نشوف فيديو هنا اليوم ورا الناس لسق بعضها وسالم عبية أنت نتصورها أصدق الصورة. مش يجيني مسؤول يقول لي والله 50%، كيفش 50%؟ احنا حاولنا نحافظ على هذا وشدينا فيها احنا شو عملت مع البطاقات العديدة اللي توزعت؟ لا ما عملنا شيء. شو معنى ايش عملنا؟ فما ناس طالبة 300، فما ناس طالبة 100 بطاقة، فما ناس طالبة دعوات. ما اعطيناش لأنه وقفنا اللي يطلب يبقى بعض الحكومة الوزارات طلبت لكن ما نفذناش هذا. اللي طلبوا 300 أخذوا 120 أو 130 مثلا. سيريدا هند صبري كنت في بالك اللي هي جاية وما قلت ليش الحقيقة لما كنت بحذية؟ يعني خليتك تنفعل بصدق، هذا يدل على أنه هند صبري مهمة بالنسبة لنا الكل طبعا، ومهمة حضورها طبعا. لهذا هند صبري معناتها ما نصورش تونس أنجبت هند صبري أخرى، معناتها سفيرة السينما التونسية للعالم العربي. لكن الأكيد والمؤكد أنه 24 ساعة و 48 ساعة قبل، لأنها فعلا عندها التزام وهي جاتنا فك السهرة هذيك وخرجت مشات ديريكت ركبت في كهرباء. كان عندي شعور داخلي انه يستحيل هند صبري اللي انا نعرفها ما تجيش طوميو. يعني مليح. كان عندي هذا الشعور من داخل اللي نعرفها، وهند صبري ما خيبتنيش واكدت انه هي لم تتغير على هند صبري. ما خيبتش جيسيسي وما غيبتش اصحابها وما غيبتش فعلا، والكلمه اللي قالتها مؤثره وحضورها كان لازم. شفت معناتها حضورها كان لازم. Hier soir avec Hind Sabri, Hind au grand cœur, عين الحسود فيها ثلاثة نقاط. أيوة. هاو يزرق مدير المهرجان. تنفيسة صغيرة وبكل احترام وبكل هكا. هاو يعرف يعمل زريرق. خويا ضربوني ياسر دوكا تنفيسة لوجه الله شخصية يعني. وليه وحتى مش تكتبها كاملة، ساعات واحد يرجع لي أصل وريد ما نجمتش. قيتها رزينة قيلة. عين الحسود فما حسد ما عندها؟ فما دي تسي المليون تاعنا مع الأسف لأسباب سوسيولوجية يعني صعيبة، السينمائيين ما يحبوش بعضهم التونس. المليون تاع السينما في تونس يعني مليون حشاك، ما هوش صافي مش نقي. أنا شخصيا من الناس اللي تعذبت من سنوات من هذا الأتموسفير وهذا الجو، لكن وصلت بالضربات المتلاحقة ومتكررة أن عملت نوع من الكاراباس اللي مخليتني مواصل. نحكي أنا كمخرج الآن، لأن الإدارة نتاع المهرجان كان عمنا ولوسنا والحمد لله. ماديا نلقينا رواحنا ولا ليه؟ تاع
تمام اون ماتريز. البعض من من الناس اللي كراو لكم ماتريال يتشكاو انهم ما خلصوش. اكيد انه اذا كان تحكي على الدوره هذه الدوره هذه ما زالت الامور تلتهي في بعض اسابيع ما تعرف يعني. يعني ما نعتقدش أبار الحاجات اللي هي صغيرة كل شيء اللي هي تخلص. احنا ما نحوسوش بالأولى ما عناش احنا ما نتصرفش في المال معاك. البعض الشي يعمل على فيسبوك يعبر عن غضبه ويقول لك يا أخي أولين هني نشوف في رسائل سيريدا أنا بسمى اسمه قال لك راني كريت لكم ماتريال ماشينغي بالفيلم معين راني حتى التو الدوزيام بارتي ما خديتهاش بتاع فلوسي. أكيد أنتوكا السينسي مرة أخرى هو لله ب الخلاص هو لله بالتمويل هو لله بالمالية وليست إدارة المهرجان. رانا إدارة فنية لاختيار الأفلام لاختيار الضيوف لبرمجة الأفلام للإعلام بالمهرجان وليس لنا علاقة بالريجي أو ما يسمى بالمصاريف. الأمور التقنية قدش راضي عليها علما وأنه الجمعة اللي فاتت تحكينا على الصعوبات التقنية الكبيرة. أنا مش راضي ونعاود مرة أخرى إذا كان الصلاة ووزارة الثقافة ما تلهاش بالقاعات فلا فايدة من أن نفكر نعمل مهرجان ومهرجانات. لا فايدة أن نفكر في التوزيع. رأي مشكلة القاعات مشكلة كبيرة. القاعات الكل في حالة يعني يرثى لها يرثى لها. فما قاعات قال لكم الجيونيه جي سي سي معناه ما يحبوش على جي سي سي. لا بالعكس كلهم يجريوا بالعكس كلهم يجريوا والكلهم غضبوا لما فكرنا في لأنه فعلا الكنترولير قال الصالة هذه فاسدة فالسينسي قال نشيلوها من البرنامج. لما شلناها من البرنامج قامت القيامة وولت مقالات في الجرائد ولا الناس كل مساندة القاعة وقاعة يعني لا العكس. عندنا مشاكل تقنية في بعض الأفلام. بعض الأفلام أكيد يعني احنا نحاول بقدر الإمكان انك تجيك المفاجأة. تعرف قداش تحصلنا من فيلم أكثر من 700 فيلم. تعرف قداش شاهدنا من فيلم 275 فيلم. فلما الكمية هذه أكيد أنه منتج أو تكنيسيان بعث الكوبي ما هيش مضبطة فهذا يعني ما يرجعش للمهرجان. العتب التقني أما ما ردوا الفيلم وإلا ما ردوا الآلة قاعة والقاعة قاعة يعني العرض إيه. أنا أروح عملنا كنترول عنا كنترول يمشي كل يوم يهبط يشوف الصالات. دورة غابة فيها مدير المهرجان. مدير المهرجان شوفوا شوية في الصباح شوية في العشية ما يقدمش الأفلام. هذا مش دور مدير المهرجان. يعني مدير المهرجان مرة أخرى يختار الأفلام يختار الناس اللي مش يلعب الأوركستر اللي مش يلعبوا سواء كان البرة ولا الداخل. دوك أما أنا مش نقدم الأفلام. ثم مديرين تعدوا كانوا يحبوا الظهور يحبوا يعطيوا رايحهم. أنا اللي يقوم تاعي والحمد لله أنا حتى اللي يقولوا للمدير يقولوا بربي راني مخرج مشني مدير. فهمت؟ فهي مسألة كاركتير هذه باش نظهر. احنا اتفقنا عن اتفاقية مع نوادي السينما سيني كلوب باش يقدمهم الأفلام وعندنا حتى منحة مالية يعطيها جي سي سي الفيدراسيون دي سيني كلوب باش يجيبوا ناس من الداخل دي سيني فيل يقدموا الأفلام. فالفيلم يتقدم مرتين المدير باش يظهر اللي هو مدير وبعد التكنيسيان تاع الدبا أو اللي مش يتحدث يقدم فتضيع وقت وحكاية فارغة حسب رأيي. المهم نمشي للأصل الضيف الفيلم إلى الفبليك. مازال لي 6 دقائق نحب نستغلهم على الليلة وقتاش يبدأ العرض؟ الساعة 9. تابيروج وقتاش؟ 8:30 8:30 6:30 6:30 علما وأنه صار فما تجاوز في الافتتاح جيتوا 7:15 وقصت عليكم الأخبار قبل ما نكملوا الوطنية 2. أنا ما جيش عندي رفليكس باش نتعدى الوطنية 2 الغالب علمونا أنه في صورة في صورة أنكم ما تلتزموش بالوقت نقلوا الاثنين. حاضر ما علمتونيش النيل ست أي ما أنا بالنسبة لي أنا تلبست بليدي هذي كان ينحطها معنا في بلي الوطنية حطيت شفت جد 8 قصيت علينا بالأخبار الحمد لله عندهم الريكتيتيود هذا شيء يفرح. فما اسماء ناس تحب تشوفها في الافتتاح. سيده منى نور الدين رأف بن عمر ما شفناهش السنه خلى بلاستو عائشه بن احمد يا عم بعثنا لهم ديزافيتاسيون كلمنا انا بنفسي وقفت على الجراند اكتر والجراند اكتريس وقفت بنفسي. سيده منى نور الدين كلمتها
وقالت عندي فلانة باش تجي وبنتها وبعثنا لها للدار نتاعها بالشوفور. يعني روف بن عمر قال بعث طفلة وبعد ما جاش جات الطفلة قالت هو ما نجمش يجي. يعني عيب ثم حاجات ما تتقالش عيب. أما اللي جرام خلينا حتى حد حتى الغايبين كلمناهم. مخرج كيما رشيد فرشي وكلمناه قال الشوفير قالوا حطها لي في البواتة لاتر صلوا للمنوبة لداره. يعني ثم كلام يتقال زايد. يعني لا لا احنا انا اللي كرمت الممثلين والتقنيين مش نجي ننسى عباد مهمين. اي خطر تقال انه المخرج زاد كيف كيف عمل حساباته. ابدا ابدا البرة يعني واللي كيف ينجم عمل مقابلات مع اللي كيف تبوار اللي انا واقف عليهم واقفة يعني لان هذاك المهرجان معمول ليهم هما. يعني جوفي جماعة الكل تكون حاضرة وتكون موجودة. به ندخلوا كما العادة كما في الافتتاح. يس ندخلوا كما الافتتاح. حاجة أخرى فما حركة نبيلة صارت في تابي روج. وجود عدد من الأطفال اللي كانوا موجودين مصابين بمتلازمة داون وبرش استحسنوا تخيزومي فانتايان كانوا حاضرين وشفنا تصاور تتفي بيه. ما نعرفش إذا كان هذا كان عفوي مقصود أنتم خدمتوا عليه فما حد. لا خدمنا عليه طبعا كما جمعية ولا أسوسياسيون. كان البرتنير نتاعنا سبونسور وراء العملية. فلا يعني هي مش حاجة عفوية. فما لمسة الليلة في تابي روج باش تصير منكم خليها مفاجأة معناتها إن شاء الله. إن شاء الله به. اللجنة شنو أحوالها؟ خليتها الصباح تتعارك. وفيت العركة ولا مازلت؟ لا عرجت بحذاك تو نجا با تليفون صغير كملوا ولا لا؟ لا لا باش باش نسرب لك حاجة يستحق. لا لا اخي اصلا انا ما نرضاش انها تتسرب حاجة. هيا به لا معناتها هذا نتفق عليه. حتى لو كان انا جيت عندي حاجة تسريبات عندي قلت واحد حرفية اني نجي نقول للناس الناس خليهم يعيشوا النتيجة في وقتها في اطارها في جوها. أنت شو الشارم متاع نجي تو أي جائزة أحسن فيلم وجائزة أحسن ما أنت شنو ما أنت هذه بطولات. أنا موافق وأنا كيف كيف به. الاختيارات سهلة ولا صعبة حسيت فما نوع من الشبه الإجماع وإلا بالحق؟ أكيد أكيد. يعني هو المشكلة أنت تحط البار عالية ياسر واللي صعب على الناس الكل. خروح مع ذاك جران فيلم ودي كلكو فيلم اللوطة هذا مشكلة. سيد مدير المهرجان نورط مسموح لي نورطك شوية على ده أكثر من التوريطة هذه اللي أنا بحذك. أنت وجودك بحذية توريطة هنا ووجودك بحذية متعة عايش كذا من حسن أخلاق. وإذا كنت تعتبرها توريطة فنعمة توريطة هي نعمة توريطة به. توا أنت مدير المهرجان نحي الكاسكيت تاع مدير المهرجان وأنت سيد المخرج السينيفيل شفت أفلام كوت كور متاعك. أعطيني ثلاثة أفلام كوت كور ثلاثة أفلام يا عم نجيك الأسبوع الجاي نعطيك. استدعني الجمعة الجاي تو نجيك. عندك فيلم كوت كور؟ عندي يا سيدي. فيلم واحد عندي. عندك ممثل كوت كور؟ لا لا. فيلم كوت كور تونسي ولا أجنبي؟ كهو مش خليت هذا والله. لا قولي تونسي ولا أجنبي. لا يا راجل معقولة نزلت ريزيتا ما خرجش. ما قلناش ريزيتا قلنا كوت كور. ما كوت كور نبضة قلب. تعرف عندنا واحدة في الكوميتي ديريكتور حطت ملاحظات على أفلام جيت أوبليجي باش نرجعها للقل ما عندكش الحق تعطي رأيك. كتبت لها مساج وأرجوك تفسخ وفسخت. فهمت؟ مش معقول أنت في الكوميتي ديريكتور وتعطي في رأيك على الفيلم الفلاني والفيلم الفلاني. يصبح وجهة نظر الجماعة ووجهة نظر الإدارة عيب. تعطيني معلومة تفضل. أطول تصفيق على فيلم في القاعة على أي فيلم أطول تصفيق؟ أنت تتخيلني نقعد في كل القاعات كل العروض ما يوصلك الحديث. لا لا أطول تصفيق ما نسمعش. لا لا يرحم والدي. سيد مدير المهرجان مختر أنت. أنا مختر والله. ليه أنا أنت مختر. أنا نطلب في بعض المعلومات. نعطيك بعض الأرقام. أي هات. أنا يا سيدي التذاكر اللي تباعت 29,370. منعرفش أرقام قياسية اللي عندك وإلا أرقام عادية قارن لي. وعندنا التوتال اللي تباعوا 40,000 والتوتال أونلاين
6335. وهي بالمقارنة مع أعوام الصحوة متاعنا أقل؟ أكبر رسات السنة. أكبر رسات السنة. قديش دخلوا فلوس هذا؟ 80 مليون رغم 50%. 80 مليون. فلا. أي عندك شي أرقام أخرى؟ أكوي هذا توا بور لانستون، الأرقام الأخرى توا تجيك الليلة في الليل. بربي من خلالك نحب نعمل تحية شكر خاصة لكل شركائكم في المهرجان. هذومك معناتها باش ما يتغشوش الناس الكل، الشركات اللي أمنت ودفعت ووثقت في المهرجان. نحب نعمل تحية للتقنيين، للممثلين، للمخرجين، لصناع السينما، للجمهور، للعمال، عمال النظافة في المهرجان اللي هما بالحق ذاك كيف أبطال كانوا في في المهرجان هدايا وفي الأيام هذه. نحب نعمل تحية لكل زملائنا من وسائل الإعلام مهما كانوا معناتها مكتوبة مسموعة ورقمية اللي كانوا موجودين ذاك كيف، رجال الأمن والتنظيم اللي زاد كيف كيف قاعدين يخدموا في خدمة جبارة، وسلطة الإشراف اللي أكيد معناتها كانت حاضرة بقوة في الدورة هذه. نشكرك سيري دال باهي. شكرا على الاستضافة. شكرا على كل المجهود، وإن شاء الله يا ربي عام جاي نتقابلوا. لا حبيبي، لا حبيبي، نتقابلوا بفيلم. أه افيك بليزير. أوكي، شكرا لكل